إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو لقاؤنا الخامس في سلسلة الغنى الحقيقي، نتحدث فيها عن القناعة. ومن ضمن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الكثير من الناس يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكالبون على الدنيا ويتكالبون على المال، ويكون المال هو سبب ربما كان هو العامل الرئيس في الخلاف بينهم، سواء بين الأسر حينما يتنازعون على ميراث مثلا، أو بين الإخوان، أو بين الأخ وأخته، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الصديق وصديقه، أو بين صاحب العمل ومن يعمل معه. فتجد فتنة المال ربما تكون يعني سبب رئيس كما قلنا في كثير من مشاكل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما في الحديث المتفق عليه عن سيدنا عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني، يعني أفضل القرون، يعني قرن العشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بتظهر فيهم شهادة الزور، يعني ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون، يعني يقول لك والله أنا إذا النذر، يعني اللي هو يقول لك لو حصلت على كذا سأقوم بفعل كذا. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا أنا لو يسر الله سبحانه وتعالى أمرا ما سأصوم يومين مثلا، أو سأتصدق بصدقة، ده يسمى كما قال الله سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من الأقوام التي تأتي بعدهم قوم ينذرون ولا يوفون، يقول أنا علي نذر كذا ولا يفي بهذا النذر. وقال: ويظهر فيهم السمن، يعني السمن اللي هي البدانة. يعني طبعا الآن الأمة العربية تقريبا كلها بتعاني من مظاهر البدانة وهذه الأمور. فالرسول قال لك: ويظهر فيهم السمن، يعني البدانة. طبعا دي بتبقى ما يعني البدانة دي مظهر، يعني ممكن تكون مرض، يعني نظرا للهرمونات أو الإنزيمات في الجسد، ولكن غالبا بتكون عن كثرة الأكل مع قلة الحركة، بتظهر في عملية البدن. فده دليل واضح برضو على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأساس في المسلم أنه يأكل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيمات، يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، ولد العليا خير من الذي السفلى. يعني إنك إن تبذل الفضل خير لك، يعني ما الفضل اللي هو ما يزيد عن حاجتك. يعني فرضا عندك أموال كثيرة، ده فرضا يعني، فتعطيها يعني تكسر من الصدقة على الفقراء، على الأقارب، على الأرحام وهكذا. عندك مثلا ملابس أنت تستغنى عنها، تستطيع أنك أنت تتصدق بها على على غيرك. عندك أشياء لا تستعملها ومن الممكن أن ينتفع بها الناس فتعطيها لك، إنك إن تبذل الفضل خير لك، الفضل اللي هو ما يزيد عن حاجة الإنسان الأساسية، وإن تمسكه شر لك. ودفع يعني حتى العلماء حديث ان هم علماء الاداره يقولوا ان كثره الاشياء التي يستغنى عنها الانسان ووجودها في البيت ده بيسبب تعب نفس الانسان، انك انت بتلاقي بيتك كده مزدحم باشياء لا طائل من ورائها. احنا يعني كثير منا يعني جاء بعادات وتقاليد من بلد العربي ان هو يحتفظ بايه بالأشياء كده، المهم أن يكون بيته مكدس بالأشياء، هو لا يستعمله، ربما ملابس قديمة وأحذية قديمة وأثاث قديم وأي شيء قديم كده
ويعني هذه الأشياء كما قلنا إن أعطاها الإنسان أولا بتجعل البيت يعني شبه مريح للإنسان حينما يجلس فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى هو نوع من الصدقة تصدق به عليه على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك. وأيضا في سنن الترمذي بسند صحيح عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني الرسول بيصلي وفيه ناس يعني من الممكن أن هو يقع في الصلاة من الخصاصة اللي هي إيه الحاجة، يعني ما ممكن يكون جائع، ممكن يكون يعني ليس عنده ما يأكله، فبيسقط يعني تخيل يعني وصل الأمر بهم إلى أنهم يسقطون في الصلاة من الخصاصة أو من الحاجة ومن الجوع. طبعا كان معروف أنهم أصحاب الصفة، لأن كان فيه كده قوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقراء، ف يعني كانوا دائم الوجود في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيمر على هؤلاء اللي هم أصحاب الصفة في المسجد كان بيقول لهم، كان يقول لهم لو تعلمون ما لكم عند الله، لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، يعني بيقول لهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويصبرهم يقول لهم يعني لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة، فاقة يعني فقرا وحاجة، بمعنى أن الإنسان طالما أنه بذل يعني كما قلنا جهده وطاقته وأراد الله سبحانه وتعالى له الحاجة والفاقة، فليعلم أن مراد الله سبحانه وتعالى خير من مراده لنفسه. الآن بيقول أيضا بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أصحابه في يوم من الأيام كانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا الدنيا وما فيها من ملذات الآخره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. البذاذة معناها يعني ترك فاخر اللباس، يعني الإنسان لو اقتصد في نفقته ومعيشته وملابسه فيعني حتى لا يتعالى على الناس، ولكن أيضا يعني حتى هذا الحديث بيقابله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بيقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه من كبر، فسيدنا أبو بكر بيقول له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا ولباسه حسن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق، يعني إنكار الحق وغمط الناس عن احتقار الناس. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ليس هناك مشكلة أن يكون الإنسان نعله حسن، نعله هو الحجاب وملابسه حسن، ولكن أيضا يقول أن البذاذة يعني ترك فاخر اللباس، أنا طالما يعني مثلا من الممكن الشيء الذي يؤدي الغرض يكفي الإنسان، يعني سبحان الله طالما أنك تستطيع مثلا على سبيل المثال أنك أنت ترتدي حذاء مثلا بعشر يورو، لماذا ترهق نفسك وتشتري مثلا حذاء بمئة يورو؟ يبقى كلفت نفسك فوق إيه؟ فوق طاقتك، كذلك مثلا جاكيت كذا أي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن الإنسان حينما يقتصد في معيشته وحتى ولو لم يكن فاخر اللباس فهذا من نوع من أو شعبة من شعب الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. في القصة التي سنرويها الآن برضو بتبين لنا يعني مدى يعني قناعة الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ورضاهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة، سيدنا أبو عبادة بن الجراح جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السرية، بيقول بعثنا رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. تخيل جيش كامل خرج رسول صلى الله عليه وسلم أخرجه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد لهم إلا جراب من تمر، الجراب اللي هو إيه يعني الشيء الذي يعني ممكن زي مثلا الكيس ولا الشنطة الصغيرة هكذا، وهذا الجراب فيه تمر،
يعني بدل ما كانش عندهم الايه لا انواع كثيره من الماكل ولا من المشرب، ده هو جراب تمر اعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم اياه. فبيقول فكان ابو عبيده يعطينا تمره. فده يعني مش خارجين نزهه، ده جيش خرج ليحارب، فمحتاج للايه؟ محتاج للقوه، صح ولا لا؟ ومحتاج لان هو ياكل، ولانه داخل في معركه مع الاعداء. فبيقول ابو عبيده اللي هو امير الجيش الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم تمره. فلما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيحكي هذه القصه، فقال له احدهم كيف كنتم تصنعون بها، يعني التمره هذه كيف كنتم تصنعون بها، ماذا كنتم تفعلون، يعني التمره دي ده الواحد لما بيقوم الصبح بيضرب له كده 10 15 20 30 تمره، صح ولا لا؟ او ممكن يجيب بكه التمر كده مع كوب من الحليب يضرب له 30 40 تمره ده في الصباح فقط. ده ايه مثلا لو استيقظ مع الساعه 8 صباحا وتسعه، مع الساعه 11 كده ممكن ياكل ايه، ياكل شيء اخر، انما ده كان تمره. فبيقول له كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. يعني الصحابي كان ياخذ التمره ويضعها في ايه، في فمه، ويظل مش لا يمضغها وانما يمصها، يمصها على اساس انها تستمر معه فتره ايه، يعني اقصى فتره زمنيه تستمر الفتره الزمنيه، لانه ما فيش غيرها، فبيمصها ولا يمضغها حتى تستمر معه فتره زمنيه طويله. وفي نفس الوقت يشرب الايه، يشرب ماء فتمتلئ بطنه بالماء فيشعر بالايه، فيشعر بالشبع. فبيقول فكنا نمصها كما يمص الصبي، يعني كما يمص الصبي ثدي امه مثلا، فكنا نمصها ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الايه، الى الليل. وكنا نضرب بعصينا، العصي اللي هي جمع ايه، عصا، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي ايه، عصاي. فالعصي يقول كنا نضرب بعصينا الخبط، اللي هو الخبط يعني ورق الشجر، ورق الايه، الشجر. وده نوع من الشجر، هذا النوع من الورق كانت تاكله الابل، الإبل هي التي كانت تأكل الإبل، كما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإبل يعني النوقة والجمال هي التي كانت تأكل هذا النوع من الإيه، من الورق. فبيقول كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. يعني يبقى أولا كانوا بيمصوا التمرة تمرة حتى تكفيهم إلى الإيه، إلى الليل، مش بقى مش فيه ما فيش بقى إيه فطور وغداء وعشاء وما بينهم من وجبات ومشروبات، لا، ده هي تمرة. يعني بس لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لما تسمعوا الآن، وحتى ولو كنت في يعني في أزمة كما تقول، ولا في فاقة ولا في أي شيء، فتشعر أنك بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلت حينما تقارن نفسك بهؤلاء ما زلت من الملوك، ومن مش من الأغنياء، ده أنت من الملوك حينما تقارن نفسك بجيش أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم إلا جرام من الإيه، من التمر. وبعده هؤلاء يعني كانوا أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، يعني لو دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم الجبال من حولهم ذهبا لجعلها الله سبحانه وتعالى كذلك. يحكون القصة طبعا بعدما مرت سنوات على هذه الغزوة. فبيقول كنا نأخذ التمرة ونمصها ونشرب عليها الماء فتكفينا إلى الليل. وبعدين كنا نضرب ليه الخبط بعصينا حتى ايه يتساقط ليه ورق ليه الشجر، ثم نبله بالماء، لانه ورق يعني يابس وجاف، يعني ده اكل الابل. فالصحابه كانوا يريدون ان يجعلوه يعني سهلا مستساغا، فيبلونه بالايه، بالماء، ثم ياكلونه. بعدين بيقول اكرمهم الله سبحانه وتعالى. بعدين بيقول وانطلقنا الى ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، يعني حوتة كبيرة هكذا. يعني من سيدنا جابر بن عبد الله سيصفها فيما بعد، يعني معانا في الحديث يقول لما خرجنا إلى ساحل البحر فإذا بهذه الايه، فإذا بهذا النوع من الحوت يعني. فأبو عبيدة بيقول اللي هو أمير الجيش قال إن هي ميتة،
والله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم ليه الميتة والدم ولحم الخنزير ما وما ولكن معروف حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن السمك والجراد حتى ولو كان ميتتان يحل إيه يحل أكلهما. فده نوع من السمك أخرجه الله سبحانه يعني رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم وبعدين سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه تدارك الأمر وبعدين قال لا بل نحن رسل الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا يعني حتى ولو كانت ميتة فنحن مضطرين لأنه كما قلنا في 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 في, في سرية وفي حرب وبيقول نحن اضطررنا فكلوا وسموا الله سبحانه وتعالى بيقول فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة يعني كانوا 300 واحد خرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أبو عبيد فبيقول أقمنا شهرا شهر كامل وهم يأكلون من هذا الايه من هذا الحوت هي كانت سمكة واحدة يعني كان من الممكن هو بيقول لك ممكن تعرف في نوع مثلا زي الأسماك الكبيرة هذه ممكن يكون من نوع من هذه الأنواع يعني فبيقول فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 واحد وأكلنا منه حتى سمنا يعني بقى أصيبوا بالإيه بالبدانة من 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 كسرة أكلهم من هذا الإيه من هذا الحوت بيقول ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن يعني من 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 عينه فقط كانوا يأخذون منه الدهن بالقلال يعني اللي هي الجرار يعني اللي بيوضع فيها اللي بيوضع فيها الماء ونقطع منه الفدر كالثور او كقدر الصوت بمعنى يعني بيقول كنا نقطع منه قطعا انه هو كبير فبالتالي يقومون بالايه بالتقطيع منه بيقول ولقد اخذ منا ابو عبيده 13 رجل فاقعدهم في وقب عينه يعني في منطقه الايه العين استطاعوا ده بيدل على الايه على الكبر الحجم يعني اذا كانت العين يعني منطقه العين فقط استطاع 13 راجل انهم يجلسوا ايه يجلسوا فيه فبيقول ولقد اخذ منا ابو عبيده 13 رجل فاقعدهم في وقب عينه واخذ ضلعا من اضلاعه ضلع من اضلاع هذا الحوت يعني واخذ ضلعا من اضلاعه فاقامها ثم رحل أعظم بعير منا أو رحل أعظم بعير منا يعني أكبر بعير معهم وضع عليه الرحل وضع عليه رحله فمر من تحتها يعني تخيل طبعا البعير بيكون عالي فبيقول هو لما أخذ ضلع من أضلاعه البعير مر من إيه من تحت يعني تخيل بقى هذا الوصف لما 13 راجل 13 رجل من أصحاب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقعدوا في 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 كما قال في في وقب عينه ولما لما 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 300 واحد من الصحابة جلسوا شهرا كاملا يأكلون منه وبعدين بيأكلوا منه يعني أكل لدرجة الشبع لأنهم بيقولوا حتى إيه حتى سن يعني تخيل بعد ما كانوا بيأكلوا تمرة في اليوم وكانوا بيأكلوا ورق الشجر ورق الشجر يعني لا تأكله إلا أعزكم الله إلا الدواب كانوا يأكلونه خلاص يعني وصلوا لدرجة إما أن يأكل ورق الشجر وإما أن يموت من الإيه من الجوع فتخيل بعدما كان يأكل تمر وبعد كده ورق الشجر أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من اللحم اللي هو أفضل أنواع اللحم الطري كما قال الله سبحانه وتعالى وتستخرجون منه لحما إيه لحما طريا فأكرمهم الله سبحانه وتعالى به وجعلوا يأكلون منه إيه شهرا يعني ده يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه من حيث لا يحتسب فبعدين بيقول وتزودنا من لحمه وشعر يعني حتى لما انتهوا تركوا يعني وأخذوا منه لما في رجوعهم إلى المدينة بيقول أخذ كل منا إيه يعني قطع منه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال
هو رزق أخرجه الله لكم، هو رزق أخرجه الله إيه لكم، فهل لكم أو فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد إيه هو أن أيضا أن يأكل منه بالفعل، يقول فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في إيه فأكله. فالشاهد في هذه القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، طبعا يعني هي قصة صحيحة في صحيح مسلم، هي ما فيهاش شيء يعني يدعو للغرابة والعجب. ما احنا ما زلنا بنسمع في الغرائب والعجائب، ولا حتى في الأفلام الوثائقية لما في 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 قاعان البحار يعني أسماك عظيمة من ناحية الايه من ناحية الحجم، وربما يعني هذه الأسماك ممكن سمك القرش، ممكن الحوت، ممكن أي نوع من الأنواع اللي هي الكبيرة من ناحية الحجم، دي ممكن بتستدعي يعني فرق كاملة من الصيادين حتى يقومون بصيدها. وفي نفس الوقت لما يعني في متاحف عالمية كثيرة بتعرض أنواع كبيرة من الايه من الأسماء أو من الحيتان، فده ما فيهوش يعني أي نوع من الغرابة. لما بيقول لك احنا مكسنا، هم كانوا 300 راجل، 300 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول مكسنا شهر نأكل منه، وبعدين بيصف الحجم أو كبر حجم السمك، فبيقول يعني 13 راجل قعدوا في وقت بعيني. وأيضا بيقول لما رجعنا إلى المدينة أخذنا منه وشيق يعني قطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرفهم بالإيه بالأكل من هذه الإيه من هذه السمك أو من هذه السمك. فشوف الشاهد كما قلنا اللي هو الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم صبروا على أكل التمر وعلى أكل ورق الشجر ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى. فأي واحد فينا برضه، لأن الحياة كما قلنا لها دورات، فيش واحد فينا يعني بيعيش منعم دائم أو بيعيش في ضراء مستمر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه خير، إن أصابه ضراء صبر فكان إيه فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا لليه المؤمن. فالإنسان في حالة السراء بيشكر الله سبحانه وتعالى، في حالة الضراء بيصبر حتى تمر هذه الايه تمر هذه المرحلة. فالإنسان بيصبر. شوف الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ما جلسوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا كيف نسير ولسنا معنا لا أكل ولا شرب ولا أي شيء، وكيف أن احنا نخرج في غزوة ومعنا جراد فقط من الطمر. أو مثلا لما انتهوا من التمر لم يرجعوا، يقول لك لا وإنما استمروا وأكلوا ورق الشجر حتى رزقهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان سبحان الله بيكافح في الحياة حتى يخرج من مرحلة الفاقه إلى مرحلة الإيه إلى مرحلة أن ييسر الله عليه سبل الرزق كما رزق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة وأخرج لهم يعني هذا النوع من السمك من البحر، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم. وفي الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضا من إيه من المال فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين رجع لسيدنا حكيم بن حزام مرة أخرى فأعطاه الرسول، ثم سأله مرة ثالثة فإيه فأعطاه. بعدين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حل. يعني دائما الإنسان الله ده يعني هي غريزة في زينا للناس حب الشهوات من إيه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الإيه من الذهب والفضة والخيل إلى آخر الآية، وكما قال الله سبحانه وتحبون المال حبا جما، وكما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير، الخير المقصود به هنا المال وإنه لحب الخير لإيه لشديد، يعني الإنسان يحب المال حبا شديدا. فلذلك الرسول بيقول إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه. يعني سخاوة نفس يعني أخذه بعدم طمع وبعدم إشراف وتطلع. يعني أنت عارف لما الإنسان يكون عنده مال وفي نفس الوقت ما ينفق يكتسبه من الحلال وينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. من أخذه بإشراف نفس يعني بطمع وتطلع لم يبارك له فيه. وكما قلنا يعني هذا الحديث يبين لنا الفرق بين إنسان عنده مال وفيه البركة وإنسان آخر عنده مال وليس فيه البركة، هنا يبارك الله سبحانه وتعالى وهنا لا يبارك الله عز وجل.
وبعدين بيقول الرسول ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا إيه ولا يشبع. شوف تخيل إنسان بيأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، هذا هو شأن الإنسان الذي يجمع المال ولا يشبع. يعني يقول لك مثلا أنا لو وصلت إلى محل كذا سأنتهي من جمع المال وأرتاح، لا، هو بيزداد، بيزداد حبا للمال وبيزداد حرصا إيه عليه. كان وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا شأن كثير من الناس يدورون في الحياة في حلقة مفرغة، إذا ما وصلوا إلى مرتبة ما يريدون أن يصلوا إلى إيه إلى المزيد. وكان كالذي يأكل ولا إيه ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. طبعا سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هو لما سأل الرسول ثلاث مرات وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فسيدنا حكيم قال له والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. خلاص بقى سيدنا حكيم بن حزام لما الرسول قال له إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه إلى آخر الحديث، قال له يا رسول الله إني لا أسأل أحدا بعدك شيئا. خلاص بقى انتهى ليه؟ انتهى الأمر، ولن أسأل إيه أحد أي شيء. فكان أبو بكر سيدنا بكر طبعا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. إن كان فيه طبعا العطاء من بيت المال كان سيدنا بكر صديق رضي الله عنه يوزعه على الإيه على الناس، فيدعو حكيم بن حزام ليأخذ نصيبه من بيت المال فلا يأخذ. وبعدين جاء عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، فكان يدعو حكيما لكي يعطيه، فسيدنا حكيم رضي الله عنه لا يأخذ منه إيه، يأبى أن يقبله. فسيدنا عمر قال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. لأن سيدنا حكيم عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ من أحد إيه؟ ألا يأخذ من أحد شيء. فلم يرزق حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. إذن معنى ذلك أن الرسول وشاه طبعا في الحديث اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يتطلع دائما إلى المال حتى مهما وصل إلى درجة ما في جمعه ولم يكن عنده قناعة ولم يكن عنده رضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كالذي يأكل ولا يشبع. في حديث متفق عليه برضو احنا طبعا ذكرنا اللي هي القصة بتاعت الإمام مسلم اللي هي صحيح مسلم، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الصحابة اللي هم 300 واحد من الصحابة وكانوا يأكلون التمر وبعدين تمرة واحدة في اليوم، بعدين يأكلون ورق الشجر الذي لا تأكله إلا الدواب، وبعد كده الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا النوع من الايه من السمك اللي هي الحوت الضخمة هذه. في حديث آخر متفق عليه عن أبي موسى الأشعري بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعقبه، يعني كل 6 على بعير، كل 6 يعني كل 6 من الصحابة يركبون، يعني واحد يركب والآخر ايه ثم يهبط والآخر يركب وهكذا 6 على ايه 6 على بعير يتناوبون في الركوب عليه. وبعدين بيقول من كثرة المشي فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. نقبت أقدامنا يعني من كثرة المشي، وطبعا ما فيش أحذية رياضية ولا أحذية ماركات عالمية، فأصابهم أصابت أرجلهم الجروح وسال منها الدماء وسقطت الأظفار. تخيل الظفر يسقط من أرجلهم من كثرة السير ومن شدة المشي، وبعدين ده يعني في تحت حرارة الشمس ووهجها، فيعني مرحلة في حياة الصحابة رضي الله عز وجل عليهم، يعني من الحمد لله رب العالمين أي واحد فينا لم يصل إليها، يعني حتى مهما كان قلة ذات يده وقلة المال الذي عنده إلا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى عنده بدل الأحذية أنواع كثيرة وهكذا. فالواحد لما بيسمع هذه الأمور بيحمد الله سبحانه وتعالى. فبيقول فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، وستة يتناوبون على بعير ومسافات طويلة، مفيش بقى لا سيارة ولا دراجة ولا مترين ولا أي شيء. وبيقول كنا نلف على أرجلنا من الخرق، خرق اللي هي يعني أي شيء بالي يلف على إيه على رجلي، سواء بقى كان قماش ولا جلد أي شيء كده يلف على إيه على رجلي حتى يستطيع أنه يواصل إيه يواصل السير ويواصل المشي، حتى ما فيش حذاء لا قديم ولا جديد ولا حذاء حتى فيه خرق ولا أي شيء،
بيقول بس كده خرق يعني كنا نلفوه على ايه على ارجلنا. فسميت غزوه ذات الرقاع. وذلك كده في غزوه من لما نقرا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم نجد غزوه اسمها غزوه ذات الايه ذات الرقاع. الرقاع على اساس انهم كانوا يلفون على ارجلهم الايه الخرق يعني. فنسبت الغزوه الى هذا الايه الى هذا الموقف الرقاع او الخرق التي كانوا يلفونها على ارجلهم. فأبو بردة الذي روى هذا الحديث عن سيدنا أبي موسى فبيقول فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. يعني بعدما حدث به هو طبعا بيحدث به الصحابة لكي يعلمهم شيء من غزوات الرسول. لأن طبعا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بالروايات هكذا أن الصحابة رضي الله عز وجل كانوا يعلمونها لأولادهم وأولادهم ولكنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نحفظهم سور القرآن الكريم. ده الأساس في المسلم أنه عارف غزوات الرسول ويرويها لأولاده وهكذا حتى وصلت إلينا بهذه الايه. والمفترض برضو فينا أن احنا ايه نعلم هذه الغزوات ونرويها لايه أو نرويها لأولادنا. فبيقول فلما سيدنا أبو موسى رضي الله عنه ذكر هذه الغزوة وما حدث فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لما حدث بهذا الأمر كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. بيقول كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. يعني كأنه يعني ظن فيه الرياء يعني موقف من المواقف يعني ضحى فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى فكره أن يذكره. يعني هو بس من باب يعني أنه يذكر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن باب العلم بهذا الأمر ذكر هذا. وبعدين يعني كأنه حزن لأنه ذكر هذا الأمر حتى يعني خاف على نفسه الرياء كيف أنهم ضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وضحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشوا هذه المسافات الطويلة ونقبت أقدامهم وسقطت أظفار أرجلهم ومع ذلك ما تراجعوا وما سخطوا على قدر الله سبحانه وتعالى وإنما كانت طبيعتهم القناعة والرضا بما أعطاهم الله عز وجل. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نسمع هذه الأمور كيف أن 300 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم سيدنا أبو عبادة بن الجراح ولم يجد لهم إلا جرابا من التمر يزودهم به وكان يعطي أحدهم تمرة فتكفيه يومه إلى الليل. يعني يمصها هكذا يوم كامل لا يمص يعني لا يجد إلا تمرة واحدة ويشرب عليها الماء حتى تمتلئ بطنه وبعد ذلك يأكلون أوراق الشجر اللي هو ورق الخبط كما ورد في الرواية في صحيح مسلم. ونجد في رواية أخرى في غزو ذات الرقاع في الحديث المتفق عليه أن الصحابة رضي الله عز وجل عليهم يسيرون مسافات طويلة ولا يجدون شيئا يلبسونه في أرجلهم حتى تجرح أرجلهم من ناحية حتى أظفار الأرجل تسقط من كثرة السير ويلفون على أرجلهم الخرق. فنحن حينما نسمع هذه الأمور ونقارن بها أحوالنا نجد أننا بفضل من الله سبحانه وتعالى ما زلنا لسنا في مرحلة الغنى وإنما في مرحلة مرتبة الملوك كما قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لرجل حينما جاء يسأله ألسنا من الفقراء قال له لا بل أنت من الملوك ولست من الأغنياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.